تكون النهاردة عن الرياضة، ممارسة الرياضة تكون الصبح، أحسن معاديها الصبح. وبتعمل إيه الرياضة دي؟ بتساعد على رفع الحرق طول اليوم، يعني بعد ما بنعمل رياضة الصبح بنلاقي الجسم مازال الحرق عالي على مدار اليوم كله. طيب أنصح برياضة إيه؟ أحسن رياضة هي المشي السريع، مش التمشية ولا الجري. أحسن رياضة للحرق، لحرق الدهون بشكل منتظم ومن أسهل الرياضات، هي المشي السريع، بحيث أن نبض القلب يكون عند 120. إحنا مش لازم نقيسها، لكن نحاول أن إحنا نمد جامد وإحنا ماشيين، لا نجري ولا نتمشى، مشي سريع، ده بيساعد على حرق الدهون على طول. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهارده.